اصبروا معنا الليلة سهرية هي متاع سيف مازال شوية. عنا سي خليل الزاوية باش يعطينا شهادة على باش ناخذ المرحلة الأخرى 2009. سي خليل هكا باهي من التكتل، حزب التكتل معروف، تفضل سي خليل. شكرا، نشكر هيئة الحقيقة والكرامة على الحصة هذه وعلى الدعوة باش ندلي بتجربة التكتل فيما يخص الانتخابات. التكتل خذا التأشيرة متاعه سنة 2002، ومنذ سنة 2002 نجم نقوله أنه حزب قانوني غير معترف به، عنده تأشيرة لكن مش معترف به، لا يتعدى في التلفزة، لا يقع تخطيط نشاطه. ما عملنا جريدة، كان بعركة كبيرة في وزارة الداخلية وفي الولاية. وفي سنة 2002 بعد الاستفتاء في منحة متاع انفتاح، السلطة أعطت التأشيرة للتكتل اللي بين خطه من الندوة الصحفية الأولى في الدفاع على الحقوق والحريات وعلى دولة القانون والمؤسسات ومناهضته للرئاسة مدى الحياة. فكانت الأمور واضحة، وبما أنه في 2002 وقع استفتاء وتغيير للدستور ونجم نقول انقلاب حتى على بيان 7 نوفمبر، في 2004 قررنا عدم المشاركة والدعوة للمقاطعة. ثم انحصرت الحياة السياسية والانحصار كان كبير، معناها بالخصوص بعد حركة 18 أكتوبر وبعد ما شهدت الوضعيات في عديد المجالات، المحامين، وضعية المحامين، القضاة، وضعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحوض المنجمي، أصبحت الأحزاب السياسية القانونية حتى المقرات نتاعها العباد ما تدخلش محاصرة. فجاءت انتخابات 2009، قلنا هذه يمكن فرصة باش واحد يتصل بالمواطنين. حزب معناها عنده 7 سنين على التأشيرة، أنجزنا المؤتمر نتاعنا في أواخر مايو 2009 وقلنا نشاركوا في الانتخابات التشريعية وحتى الرئاسية. فمعناها فهمنا المنظومة القانونية، ساعة المنظومة القانونية مجعولة لأنه السلطة الإدارية تجاوز لكل شيء. عندما تودع المطلب الترشح للقائمة ما يعطيوكش توصيل على الورقه اللي عطيتها. تكلم سيلونجي مقبليكا كيفاش قالوا له فما 4 أسماء فقط، لانه يعطيك ورقه يقول لك خذينا التوصيل بتاعك فقط. ثم يقع رفض القائمه. حزب التكتل قدم 20 قائمه على ال 27 دائره، تقدمنا ب 20 قائمه ومنهم 11 قائمه يرأسوها اعضاء المكتب السياسي. طيحونا 17 قائم، خلاو كان 3 في جهات اللي ما فيهاش حركة، لأنه واضح أنه منذ 2002 بن علي خذا قرار باش أنه تقع انتخابات بدون حملة انتخابية، وعديد القوائم من الأحزاب المؤلفة قلوبهم ما كانوش يقوموا حملة انتخابية، يخرجوا بيان وكهو يعلقوا تصويرها على الحيط وتتعدى، لا يعملوا اتصال بالمواطنين، يعملوا اجتماعات، لا حد شيء، أمورهم مضمونة لأنه الأمور تتعدى من وزارة الداخلية، الملف الأمني كما قال سي المنجي اللوز، ورئاسة الجمهورية هذاك باش يتعدى وذاك ما يتعداش، واللي نتغشوا عليه عام نجموا نحيوه كما وقع سي محمد حرب. نتغشوا عليه عام يا أخي نحاوه. فهمتني؟ معناها رئيس الحزب تنحى ويتعداوا في وحود أخرين. يعني المنظومة كانت مجعولة من أجل أنه هو يختار من سيكون معارضي. فكانت بالنسبه لي انا مثلا، وهنا باش نعاود نحكي على سي منذر الفريجي اللي هو معناها اليوم حكينا عليه برشا، ومعناها لانه رمز من رموز معناها الفساد السياسي، واللي ما سمعناهش اللي مخبى راسه، ومعناها وهو معناها من الناس اللي حقهم يقدموا اعتذاراتهم. يجي يقول لك القائمه نتاعك باش نعطيكم البطاقه الناخب هذه. انا مع العلم اني اول مره سجلت في قائمه انتخابيه سنه 2009، ما كنتش نامل انه فما انتخابات في تونس ممكنه حتى 89، عام 81 ما كنتش يمكن نكون ناخب، اما
حقيقة الانتخابات الحقيقة ما كنتش من برشا بمصداقية الانتخابات. في 2009 في إطار المعركة بتاعنا سجلت أول مرة، فيعطيك أرقام وتشوفوا فما رقمين يقول لك بعد ركي عمرت الاستمارة فما رقم نسيته، وبطبيعة الحال ما عندك حتى دليل باش تقول أنت كتبت الرقم، أنت كتبت الرقم، هاي البطاقة أنت كتبت الرقم، ويقول لك لا ها ما كتبتوش. وبطبيعة الحال المجلس الدستوري اللي سي عبد الناظر لازم نذكروه باش الناس تعرف شكون هم العباد هذوما، يجي يقول لك ويعطيك معناها تعليل، وعندنا الوثائق تو نمد بهم الهيئه بانه ال 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 معناها اوقف زوز ارقام تراوهم فما رقم ورقم ما تفهمش شنو، نجم نقرا لكم راني انا بيدي نسيت فما شيء اشياء ساعات هي تضحك شويه لكن تاسف برشا. العدد الرتبي بالقائمه الانتخابيه 629، ومكتب التصويت العدد نتاع مكتب التصويت 7108. شو مدخل عدد مكتب التصويت في القائمة الانتخابية في الترشح؟ بما أنه يكفي أنك تعطي بطاقة تعريف وتعطي نسخة من البطاقة هذه باش تتقبل معناها ما فماش، ويزمك بطبيعة الحال تحط اسمك واسم بوك واسم جدك باش وامك كذلك باش تنجم تكون القائمة معناها معناها مستوفاة الشروط. وهذه كلها مجعولة لاختيار وانتقاء من سيترشح. احنا قررنا باش نشاركوا فتم اسقاطهم. الاسقاط وقع اما بتعليات واهية كمن هذا، وانا سيمونذ الفريجي الى باتيولو ركور. وسي عبد الناظر اش قال؟ اتون نجيه سي عبد الناظر. والا بالضغط على البعض المترشحين، وعندنا القائمة متاع جندوبة اللي ترأسها السعيد المشيشي، يقع الضغط على احد المترشحين ويقع الضغط عليه بفضل اكل اعانات هذمك ولا عنده مصالح، يقولوا له رانا باش نعملوا لك ولا اولادك ولا كذا، وفي الاخر يمشي يسحب الترشح نتاعو خلسه باش ما نلقاش الوقت رئيس القائمه باش يعوضه، وفي اخر الوقت يقول له راهو القائمه نتاعك فينالمون راهو فما واحد سحب ترشحه القائمه نتاعك تطيح. والا ساعات ضغوطات اخرى، وهنا باش نذكر اسم اخر، عندنا القائمه بتاع تونس اثنين اللي ترشح فيها عضو فيها سي محمد صالح ريحان، هو الله يرحمه توفى، اما كان معروف في ضحيه المرسى بانه رياضي ويلعب في اللوت وكان في القائمه بتاعنا، وقعد ضغوطات عليه من الطاقم التسييري لفريق المرسى وبالخصوص السيد منتصر المحرزي اللي هو سهر بن علي اللي سحب الترشح بتاعه. سينا بن ريحان شد سي محمد صالح ريحان شد معناها صحيح وقعدة القائمة، فتم إسقاطها بتعلية الرقم هذا اللي ناقص، وهذه معناها واضح اللي احنا ما كانش عندنا معناها، ولو نحلموا انه باش نطلعوا في البرلمان ولا مش هذا الهدف. الهدف هو انك تقوم بحملة انتخابية تتصل بالمواطن، تدافع على القضايا، يسمعوا المواطنين خطاب آخر، اعطاء معناها على الاقل معناها هكا شويه امل للتوانسه بانه ثم ناس اللي تنجم تتكلم بلغه رصينه، بلغه تدافع على مطالبهم، بلغه واضحه وماهيش خطاب التملق للسلطه، لانه فما المؤلفه قلوبهم كانوا بطبيعه الحال يدافعوا على النظام ويدافعوا على بن علي ويقولوا احنا من المعارضه والمعارضه البناءه، ما هيش المعارضة البناءة وإنما المعارضة الهدامة اللي تعطي صورة سيئة للانتخابات، وبالخصوص أن المنظومة الانتخابية عاملة هالكوتا هذايا اللي هو معناها يعطي صورة أنه قائمة تجيب عدد قليل من الأصوات وتقع عندها النواب، وهذايا موش احترام لتصويت الناخبين. كان بالمجد القائمة هذيك جابت العدد هذاك، وبطبيعة الحال تذكروا بعديد الانتخابات اللي نقاو نتائج غريبة كما عام تطاوين صوتت 100%، معناها معروفة متاع تطاوين صوتت 100%، لا مرض واحد، لا واحد غاب، لا واحد عنده خدمة، لا واحد معناها الناس كل صوتت، الناس كل موجودة، ومعناها الدرجة أنه التزوير وصل أنه ما نعرفوش الأرقام الحقيقية للمشاركة، لأنه مستوى التزوير توا السيد المعتمد الاول نتاع جندوبه عنده الارقام، والمعتمدين الاخرين نتاع الولايات الكل عندهم الارقام، دونك الدوله تعرف شنو الرقم الحقيقي. لكن من بعد ابتداء من 2004 اصبح التزوير حتى على مستوى المعتمدين، لانه المعتمد اللي يجيب نتيجه سيئه يقع منها معاقبته. ف
فبالتالي يزور والشعب كانت تزور ويقع التزوير بالطريقه معناها اللي الفجه معناها اللي غير مقبوله. هذه اللي معناها وقعنا احنا في 2009. وفما الجانب الاخر اللي هو جانب الانتخابات الرئاسيه. جانب الانتخابات الرئاسيه يعني بن علي ما نعرفش قداش مره حور الدستور في الفتره نتاعو، لكن حتى بعد 2002 عاد كل مره يحور الدستور للانتخابات الرئاسيه معناها رد وشليقه معناها. وفي 2009 قال اللي الامناء العامين اللي عندهم فتره نتاع سنتين نجموا يترشحوا، فقلنا لما لا، هو ترشح نضالي ماهوش ترشح لي انه باش يقع انتخاب رئيس جمهوريه، وانما لتبليغ صوت اخر. فتم تقدم سي مصطفى بن جعفر الترشح نتاعو، وقدم الترشح نتاعو للمجلس الدستوري، كان قبول عادي معناها، قبول عادي بروتوكولي بالموعد الحقيقه، واستقبال محترم معناها من سي عبد الناظر. ونذكر مدام الاسماء انا مش كلهم نذكرهم، نذكر مدام فايزه الكافي حاليا قياديه في حزب حاكم، وسي جريبي سي الوزير العدل الحالي كان في عضو في المجلس الدستوري، وبطبيعه الحال قبلوا المطلب. وفي اطار قبول المطلب ثم كوسيون تتصب، فلوس تتصب 5000 دينار، والدكتور بن جعفر صب لك ال 5000 دينار. ثم بطبيعه الحال ثم تأويل وقع للنص القانوني على أنه ما عندوش سنتين من المؤتمر. المؤتمر عملناه في مايو، والانتخابات في نوفمبر، ما عندوش سنتين. ففي الدليل تم رفض المطلب، وعملنا معناها مطلب لمراجعة القرار فتم رفضه كذلك. وبطبيعة الحال الشيء اللي ساعات معناها يأسف ويضحك، ومعناها ساعات تضحك وساعات تأسف، الدكتور بن جعفر قدم مطلب لاسترجاع ال 5000 دينار، لانه يعطي الكوسيون 5000 دينار، فجاوبوه بكل بساطه معناها، قالوا انت ما جبتش 3% ما نرجعولكش ال 5000 دينار، هو ما شاركش في الانتخابات. يعني الى يوم هذا ما وقعتش معناها استرجاع ال 5، يعني معناها ثم تشفي. وذي علاش وقع هذا الكل؟ لانه في الكلمه اللي القاها بعد تقديم الترشح نتاعو من جملة مقال، قال تونس ماهيش في حاجة إلى منقذ، وبن علي يعتبر نفسه منقذ البلاد. فبالتالي وقع العقاب بالشكل هذا، ووقعت محاصرة الحزب معناها بشكل رهيب بعد الانتخابات هذه، اللي معناها شفنا معناها للأسف معناها الفرص الضائعة، وزيد معناها المسرحية تصبح مسرحية سيئة الإخراج. كما تجيك الهيئة المراقبة الانتخابات مسيو سوغان، ولا جينا سي عبد الوهاب الباهي، ولا جينا مدام فاطمه كراي الصحفيه في جريده الشروق، وكانت تحب تقنعنا اللي راهي المراقبه كانت جيده، وراهو الانتخابات شفافه، وراهو الانتخابات عندها مصداقيه. هذم كلهم اشياء عشناهم بكل مراره، لانه نعرفوا الشعب التونسي معناها مستوى نتاعو مش نتاع تزييف انتخابات بالشكل هذايا، ومعناها تزييف اراده الناخب وعدم احترام اراده الناخب. هذه معناها أوضاع اللي عشناها بكل مرارة. الفرق الكبير معناها ما بين فترة بورقيبة وفترة بن علي هو أنه في فترة بن علي عمل مسرحية قانونية. في فترة بورقيبة ثم قائمة مترشحة وقتها، وقعت تجربة عام 81 وتم إزاحتها، والمواطن ما يحسش روحه مهان. لكن في فترة بن علي ثم الإهانة. الإهانة للمواطن، الإهانة للأحزاب المعارضة، الإهانة للأحزاب المؤلفة قلوبهم، لأنهم يستعطفوا السلطة ويستعطفوا وزارة الداخلية باش ياخذوا معناها مقعد في مجلس النواب. هذا هو اللي عشناه. وأنه معناها ال- 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 الغباء السياسي لمنظومة الحكم في فترة بن علي خلات أنهم يوصلوا عملية الانغلاق هذه تؤدي إلى ثورة. بورقيبة كان يعرف يحل السباب شوي، بن علي ما يعرف كان يغلق، والانغلاق هذايا هو اللي معناها كما يقولوا كلاله راسه معناها. والثورة جات لأنه الانغلاق هذايا ما مكنش حتى الأصوات البسيطة، بأزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية، انطلاقا من الحوض المنجمي أدت إلى ثورة، وأدت إلى سقوط نظام يعتبر نظام قوي سياسيا وأمنيا واقتصاديا ودوليا، لكن سقط
بسرعة، لأنه مقدرش قد ما سكر الكوكوت، الكوكوت هذيك ترشقت له في وجهه ومشى هو وجهه، ونتمناه أنها ذهاب بدون عودة، مش للشخص أو الأشخاص وإنما للمنظومة. وأنا نحب أن في الخاتمة، أنا مانيش في نطول برشا، نقول اللي إحنا توا في فترة ما قبل انتخابات بلدية، ونقولوها بصراحة، معناها الفاعلين السياسيين اليوم كلهم متقلقين من الانتخابات هذه. ليش متقلقين؟ لأنه الجو العام والمناخ العام والمناخ تنظيم الانتخابات يمكن يؤدي إلى الانتخابات عندها صدقية ضعيفة، الصدقية متاحة، المصداقية متاحة تكون ضعيفة، وانتكاسة الانتخابات راهي كارثة على تونس، كارثة على المسار الديمقراطي، كارثة على الانتقال الديمقراطي اللي نعيش فيه، وهذا خوفنا من هذا. فأنا في الخاتمة أدعو كل المتدخلين السياسيين وبالخصوص الحاكمين حاليا إلى أخذ بعين الاعتبار المعطى هذا الأساسي، وأنه فشل الانتخابات القادمة سوف يؤدي إلى نوعا ما من الانغلاق، وأنه الديمقراطية متاعنا الناشئة تصبح ديمقراطية كورومبو فاسدة كما شفناها بالمال الفاسد في الانتخابات 2014، وتكون معناها الشعب يبتعد عنها، وتكون معناها التربة السانحة للأطراف الهدامة، ونعرفوها شنو الأطراف الهدامة باش تعطي حل للشباب التونسي اللي اليوم في وضع متاع معناها عزوف على الشأن العام، والطبقة السياسية كلها سواء كانت الأحزاب أو المجتمع المدني عندها مسؤولية كبيرة في الشيء هذا. وشكرا. شكرا سي خليل.